سر العجوز المتسولة. الحلقة الأولى. في العام 2000 كان العميد الممتاز إبراهيم الحمدي يستعد للإحالة على المعاش. كان ينتظر أن يتم ذلك خلال أشهر قليلة، ومع ذلك فإن الذين عملوا إلى جانب الرجل لم يلاحظوا أدنى تراجع في تفانيه في أداء واجبه، إلا ما كان من تباطؤ في حركته بفعل ثقل السنين. في صبح الاثنين 15 من يناير من العام 2000، ما أن دخل مكتبه وكان أول من وصل إلى المفوضية، مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا، حتى رن الهاتف. أبلغته قاعدة الاتصالات بأن عجوزا عثر عليها فاقدة الوعي في باب مسكنها الكائن بالعمارة 20 في زنقة الملقي. لم يكن مساعدوه قد التحقوا بعد بالمفوضية، ولم يجد أمامه سوى مفتش متمرن، ولذلك لم يكن أمامه من خيار سوى الانتقال بنفسه إلى عين المكان. لما وصل وجد في باب العمارة جمعا من السكان ومن المارة قد تحلقوا حول العجوز. كانت واقعة على الأرض. بدا أن بعضهم حاول إخراجها من غيبوبتها بوضع بصلة مشطورة في متناول أنفها، لكن لا يبدو أن ذلك أفاد في شيء. تعرف بعض المتحلقين حول المرأة إلى العميد الممتاز إبراهيم الحمدي، أفسحوا له. تقدم نحو العجوز، كانت جسدا ضئيلا ملقى على الطريق، جس نبضها ما زالت حية. طلب العميد سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، لم تتأخر في الوصول. كان قد التحق بالعميد أحد المفتشين رافق المرأة إلى المستشفى، وكان العميد قد أمره بمحاولة التعرف على هويتها وأن يستعين بإحدى الممرضات لتفتيش ملابسها عسى أن تكون معها وثيقة تثبت هويتها. في زنقة الملقي أبلغ العميد بأن المرأة معروفة عند الجيران بمفاطنة الطنجاوية، كانت تسكن كوخا في فناء العمارة. لم يدخل العميد إلى الكوخ وعاد إلى المفوضية حيث انتظر الذي سيأتي به المفتش من معلومات. بعد حين حضر المفتش، ولكنه لم يحمل ما يفيد بتحديد هوية المرأة. في ملابسها لم يعثر سوى على مفتاح الكوخ. أبلغ المفتش العميد بأن الطبيب الذي فحص المرأة استنتج أنها فقدت وعيها نتيجة إصابتها بمرض السكري، وأن الأزمة التي أصابتها قد تذهب بحياتها، وإن أمل استعادتها الوعي يبقى غير كبير، ولذلك فقد تم وضعها رهن العناية المركزة. التجارب التي راكمها العميد خلال سنوات العمل الطويلة علمته أهمية العمل الاستباقي. هو يعلم أن عليه أن يصل إلى هوية المرأة في أقرب وقت، ولذلك أمر أحد أعوانه أن يتوجه إلى المستشفى لأخذ بصمات العجوز. تمكن من ذلك بمساعدة أحد الأطباء. لما عاد إلى المفوضية بشكل تلقائي عرض جذاذة البصمات التي حصل عليها على الحاسوب. كان عملا روتينيا يقوم به كلما أخذ بصمات مشبوه فيهم أو ضحايا للتثبت من هوياتهم ومعرفة ما إذا كانت لهم سوابق. لم يكن المفتش يتوقع أن يبوح حاسوب قاعدة البيانات بمعلومات مثيرة حول العجوز، ولكن الذي حدث كان له وقع المفاجأة الكبرى. كشف الحاسوب هوية صاحبة البصمات، تلك التي ينادونها في زنقة الملقي بمفاطنة الطنجاوية. إنها فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي من مواليد العام 30/900 في قرية با محمد. تفيد المعلومات التي ارتسمت على شاشة الحاسوب بأن المرأة موضوع مذكرة بحث صادرة عن شرطة فاس في العام 65/900 من أجل محاولتها قتل زوجها المدعو عبد الله بن دريس الشماخ. كان المفتش يقرأ تلك المعلومات وهو لا يكاد يصدق أن العجوز التي تركها في المستشفى متورطة في محاولة قتل.
أبلغ المفتش رئيسه بتلك المعلومات، كان يتوقع أن تفاجئه، ولكن لا شيء من ذلك، فالعميد تعلم خلال سنوات الخدمة الطويلة أن أسرارا كثيرة تكمن أحيانا وراء ملامح توحي بالبراءة. نقل العميد الحمدي تلك المستجدات إلى وكيل الملك الذي أمر بالحصول على كل المعلومات الخاصة بطلب التوقيف الصادر ضد المرأة وبهويتها وبالقضية المطلوبة من أجلها وتاريخ صدور مذكرة البحث. كل ذلك من شأنه أن يكون أساسا لما سيتخذ لاحقا من إجراءات. أبدى العميد ارتياحا لأن تحديد هوية المرأة سيسهل المهمة الموكولة إليه. أخذ الأمر الآن منحا آخر بالنسبة للعجوز، فبعد أن كان الأمر يتعلق بامرأة عثر عليها فاقدة الوعي، وجد العميد نفسه الآن يتعاطى مع امرأة مطلوب توقيفها. بعد 3 أيام في 18 من يناير بعيد فجر ذلك اليوم، استعادت أم فاطمة الطنجاوية وعيها. أثبت الدواء الذي حقنت به نجاعته. لم تكن أم فاطمة تدري أن العالم الصغير الذي أفاقت عليه صار يعلم هويتها الحقيقية. بالنسبة إليها فإن فاطمة بنت محمد العروسي هي هوية امرأة فارقتها في العام 65-900 هي ذكرى، مجرد ذكرى بعيدة، لعلها الآن تكره أن تذكر بها. لم تكن أم فاطمة الطنجاوية تعلم أن بصمات أصابعها 10 وشت بها وكشفت ما كان مستورا. بعد أن فحصها الطبيب وأيقن من أن السكري تراجع إلى مستواه الطبيعي، لم يعد هناك الآن ما يبرر بقائها في المستشفى. كانت رهن الحراسة، والآن لم يعد أمام العميد من خيار غير وضعها في حالة اعتقال. كان سنها المتقدم يقتضي التعامل معها بطريقة خاصة. أحضرت العجوز إلى مقر مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا. أدخلت مكتب العميد. كان مساعدوه يراقبون كيف سيتعامل مع المرأة التي تدعو حالتها إلى الشفقة، ولكنهم مع ذلك يعلمون أن قيامهم بواجبهم يملي عليهم الإمساك عن الانسياق وراء العواطف. جلست العجوز على كرسي مقابل لمكتب العميد. بدأ استجوابها، وكما هو معمول به بدأ العميد بسؤالها عن هويتها، وبتلقائية لم يكن يتوقعها قالت المرأة إنها تدعى فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وإن جيرانها ينادونها أم فاطمة الطنجاوية. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية، ومع ذلك فإن بصماتها كانت مدرجة في قاعدة البيانات. رجح العميد أن يكون ذلك تسنى في السجن، ولذلك كان سؤاله التالي حول سوابقها. استرجعت العجوز أنفاسها وقالت بنبرة خلت من كل ما قد يظهر الحسرة إنها أدخلت السجن لما كانت شابة. صمتت قليلا ثم انطلقت تحكي مغامرات الشباب والدعارة التي قادتها إلى السجن. لم يقاطعها العميد، بدا له أنها مهيئة لتلقي أي خبر مهما كان مؤلما. قال لها إن شرطة فاس تبحث عنها منذ ما يزيد عن 15 عاما. حاول العميد أن يوهمها بأنه يعتقد أن هناك خطأ ما حول الموضوع وحول سبب صدور مذكرة الاعتقال. صمتت المرأة، استجمعت قواها وأقرت بأنها قامت هناك في فاس بما يستوجب البحث عنها واعتقالها. قالت إنها كانت تنتظر اليوم الذي سيكون عليها أن تجيب فيه عن كل الأسئلة وأن تدفع ثمن ما ارتكبته. تدفقت من عينيها الغائرتين دمعتان لم تستطع أن تمسكهما. قالت إنها سعيدة لأنها تدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. ما أن أتم المفتش الموكول إليه كتابة المحضر جملتها الأخيرة حتى خيم على مكتب العميد الصمت. كان الحاضرون ينظرون إلى المرأة مشدوهين. أبهرتهم تلقائيتها وإيمانها بقدرها. أذهلهم أيضا سعة صدر العميد إبراهيم الحمدي.
كان على أم فاطمة الطنجاوية أن تحكي كل التفاصيل، أن تبوح بكل تلك الأسرار التي ظلت طوال السنين التي مضت تثقل ضميرها. فالعجوز التي تخرج كل صباح من كوخها في فناء عمارة زنقة الملق لتتسول ما تقتات به في أزقة المدينة، إنما انتهت بها الأيام إلى تلك الحال بعد أن فقدت عافيتها بعد جمالها. قرية أبا محمد حيث ولدت في العقد الثالث من القرن الماضي بعيدتنا الآن. تستحضر أم فاطمة الطنجاوية ذكرياتها، أحيانا تحاول ترتيبها وأخرى تلقي بها كما حضرتها. قالت إن الفقر الذي كانت تعيشه أسرتها جعلها لما بلغت العاشرة أو أكثر من ذلك بقليل تغادر القرية لتعمل خادمة في البيوت. كانت ربات بيوت كثيرات بدعوى تعليمها قواعد القيام بشأن المنزل تلجأن إلى ضربها أحيانا إلى حد التعذيب. ولما بلغت 15 أو 16 من عمرها صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء مشغليها. لم يكن هناك من يحميها، بل إن ربات البيوت في أحسن الأحوال لما تفتضح أفعال أبنائهن كن تتهمنها بأنها من تجري وراءهم وتغريهم. كان الاغتصاب الذي تعرضت له أكثر من مرة بداية الطريق إلى الشارع، ولما خرجت إلى الشارع كانت فتاة في ربيعها 17. تلك كانت بداية رحلة أغلب مراحلها مأساوية. إلى الحلقة الأخيرة، أكيد أن العميد إبراهيم الحمدي رئيس مفوضية دائرة سيدي موسى بسلا لم يكن يعلم ذلك 15 من يناير من العام 2000 أنه سيكون أمام عجوز تخفي وراء أسمالها وهويتها الزائفة أسرارا على قدر غير قليل من الخطورة. في ذلك اليوم لما أبلغ باكتشاف عجوز مغمى عليها قرب سكناها في زنقة الملقي، تنقل العميد الذي كان ينتظر أن يحال على التقاعد بعد أشهر إلى عين المكان. علم أن المرأة معروفة بمفاطمة الطنجاوية وأنها تقيم في كوخ في فناء العمارة رقم 20 بزنقة الملقي. يعلم الجيران أنها كانت تخرج كل صباح تمضي إلى السوق تتسول ما تقتات به، وعد ذلك لم يكن يعلم عنها أحد شيئا آخر. العميد الحمدي الذي راكم تجربة طويلة أمر بأخذ بصمات المرأة التي كانت في غيبوبة بعد أن نقلت إلى المستشفى. فاجأ المفتش الذي قام بإدخال البصمات إلى قاعدة البيانات أن الشرطة في فاس أصدرت مذكرة بحث عن المرأة في العام 65-900 لاتهامها بمحاولة قتل زوجها عبد الله بن دريس الشماخ. اسمها الحقيقي فاطمة بنت محمد بن أحمد العروسي، وهي من قرية با محمد. بعد أن أفاقت من غيبوبتها الناتجة عن إصابتها بمرض السكري، رأينا أمس أن العميد أحضرها إلى المفوضية لاستجوابها، وقد كانت مفاجئة العفوية التي نطقت بها العجوز. أقرت بهويتها الحقيقية وأقرت بأنها مطلوبة من الشرطة في فاس لأنها ارتكبت فظاعة. رسمت أم فاطمة الطنجاوية مسار حياتها، حكت كيف سلمتها أسرتها الفقيرة لتعمل خادمة في البيوت، وكيف صارت طريدة سهلة للمراهقين من أبناء الأسر التي اشتغلت عندها. حكت أم فاطمة الطنجاوية كيف استسلمت للشارع وهي شابة في ربيعها 17. كانت جميلة في بساطتها، استسلمت للشارع، كانت في متناول كل من يريدها لقاء دريهمات. لما صارت في 19 احترفت البغاء، اكترت منزلا، قررت أن تترك الشارع وأن تجعل الفنادق الفخمة وجهتها. هناك ظنت أنها ستلتقي أناسا آخرين أكثر مالا. تتذكر العجوز أنها لما كانت تمتهن الرصيف كان يلاحقها شاب كان يعمل ماسحا للأحذية، كانت تكرهه، تنعته كلما مر بها بالمتسخ والمعدم والمزلوط. كانت ملاحقته لها تدخل في إيقاع حياتها اليومية على الرصيف. ولما انقطعت عن الشارع
اختفى ماسح الأحذية. مرت بضع سنوات، وذات مرة بينما كانت الجميلة تدخل أحد الفنادق الفخمة إذا هي بشاب أنيق الملبس لا تخطئ العين ما به من وسامة، نظرت إليه نظرة فيها كثير من التعالي وغير قليل من تجاهل اصطنعته. دخلت بهوى الفندق في زاوية منه مقهى، جلست إلى طاولة، وضعت حقيبتها اليدوية، وفجأة لحق بها الشاب. لما اقترب منها سألها إن كانت تأذن له بالجلوس. يا له من شاب ويا لأدبه، كذلك حدثت نفسها. قالت له تفضل، ما أن جلس الشاب حتى سألها ألا تذكرينني؟ نظرت إليه، قالت إن ملامحه ليست بغريبة عليها. لم يترك لها متسعا للتذكر، قال لها إنه هو ماسح الأحذية المتسخ المعدم المزلوط، ذاك الذي كانت ترفض الحديث إليه لما كانت ترتاد الرصيف. أخرج من جيبه حافظة نقود كانت بها أوراق نقدية كثيرة، دعاها لقضاء عدة ليالي معه. لم تطل التفكير، ما يهمها أساسا الآن هو ما بيده من مال، أما ماضيه ماسحا للأحذية ومتسخا ومزلوطا فذاك شأن يعنيه هو فقط. علمت منه لاحقا أنه يعمل دليلا سياحيا في المدينة العتيقة، وأنه يحصل من حرفته الجديدة على دخل محترم. بمرور الوقت صار من كان عبد الله السيرور ماسح الأحذية يعتبرها له وحده، كان يمنعها من الحديث إلى الآخرين. وذات يوم فاجأها بأن طلب منها أن يتزوجها، وافقت لأن السنوات التي أمضتها في الشارع ومتنقلة من حضن إلى حضن كشفت لها حقيقة الحياة المأساوية التي تغرق فيها. صارت فاطمة ربة بيت، زوجة وأما لأربعة أطفال. كان عبد الله الشماخ زوجها مدمنا على الخمر، وكانت طبيعة مهنته تجعله يلتقي برجال ونساء من مشارب مختلفة. كان لا يأوي إلى منزله إلا في ساعات متأخرة من الليل، كان يأتي ثملا، وكان عليها أن تتحمل مزاجه المتقلب. ولكن الذي لم تقوى فاطمة على تحمله أن يدخل عليها امرأة أخرى أجنبية. لما اكتشفتها معه ذات صباح في إحدى غرف المنزل تسلحت بمدية أخذتها من المطبخ، كان هناك يعانق الأجنبية، قصدته وجهت إليه عدة طعنات. في تلك الأثناء فرت النصرانية في أزقة المدينة، لاحقتها ولكنها لم تدركها. تحكي أم فاطمة الطنجاوية أنها لما عادت وجدت الجيران وقد تجمعوا بباب مسكنها، كانوا يستنكرون العمل الرهيب الذي قامت به، قالوا إنها قتلت زوجها على مرأى من أطفالهما. تسللت إلى الداخل، أخذت محفظة ثم خرجت. كان الجيران منهمكين في محاولة تهدئة الأطفال. أسرعت فاطمة الخطى وابتعدت. بعد أيام كانت في سلا، باعت ما كان معها من حلي واكترت غرفة مع الجيران. كان عليها أن ترتب حياتها الجديدة، صارت تعمل في البيوت، تغسل الملابس وتنظف لقاء أجر زهيد. كانت تريد أن تنسى الزوج والأولاد، قضت سنوات على هذا النحو. لما صارت لا تقوى على العمل تراجع زبناؤها ولم يعد لديها من مورد للعيش. صارت تتسول ما تقتات به ثم تأوي إلى كوخها في فناء العمارة. بعد أن انتهى العميد إبراهيم الحمدي من الاستماع للعجوز وتدوين أقوالها في محضر رسمي، أبلغ وكيل الملك الذي أمره بطلب ملف قضيتها من فاس دون ما حاجة لنقلها إلى هناك. أبرق العميد إلى فاس للحصول على الملف بأقصى سرعة لأن العجوز توجد الآن رهن الحراسة. كان العميد يأمل في قرارة نفسه أن يكون التقادم قد شمل قضية أم فاطمة الطنجاوية. ذاك المساء غادر العميد مفوضية الشرطة
بدائرة سيدي موسى منقبض النفس، فقد خلف وراءه تلك المرأة العجوز. لم يخفف من غصته أنه طلب لها طعاما وأوصى لها بغطاء. في صباح اليوم التالي لما حل العميد بمكتبه وجد الرد الذي كان ينتظره من فاس. جاء الرد يفيد بأن الزوج الذي تحسب أم فاطمة الطنجاوية أنها قتلته لم يمت، وإنما أصيب بجرح شفي منه، وأن التقادم يسري منذ ما يزيد عن 10 أعوام، كما أن النيابة العامة في فاس أمرت بحفظ الملف بشكل نهائي. أفادت البرقية بأن عائلة أم فاطمة أخبرت بمكان وجودها. كانت المرأة قد قضت ليلها في مكتب بالمفوضية. لما دخل عليها العميد وجدها تصلي، ولما انتهت من صلاتها قال لها إن معلومات سارة جاءت من فاس، وإن قضيتها صارت مشمولة بالتقادم، وإن متابعتها لم تعد قائمة. فرحت العجوز، ولكن العميد أضاف: والآن عليك أن تستعدي لما هو أحسن، زوجك الذي تظنين أنك قتلته لم يمت، أصيب بجرح ما لبث أن شفي منها. صمت العميد، حسبت أنه سيبلغها شيئا آخر. قال لها: باستطاعتك الآن أن تغادري المفوضية. كانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيلها. شكرت العجوز العميد ثم خرجت، توجهت إلى كوخها في زنقة المالقي. بعد الذي سمعته من العميد اجتاحتها رغبة جامحة في احتضان أبنائها. جمعت بعض الملابس وأخذت بعض المال مما كانت تحتفظ به، ثم قصدت محطة القطار. كانت المرة الأولى التي تركب فيها القطار منذ أن نزلت منه في العام 65 900 وألف. لحظتها كانت في بداية سنوات الهروب. في 10 من صبح اليوم التالي وصلت أم فاطمة الطنجاوية إلى فاس. في تلك اللحظة حل بمفوضية سيدي موسى بسلا رجل برفقته امرأة شابة. كان الرجل هو زوج العجوز عبد الله الشماخ، ولم تكن الشابة التي معه سوى ابنته سناء. بعد توجههما إلى الكوخ اكتشف أن المرأة قد رحلت. في فاس قصدت فاطمة الحي الذي كانت تقطنه. ملامح الحي تغيرت، كانت تريد أن تستكشف الأخبار. كان بالقرب من الدرب المفضي إلى المنزل بائع نعناع. كان الموقع يتيح مراقبة جيدة للحركة. السنوات التي قضتها متسولة في أزقة سلا ساعدتها على افتراش قارعة الطريق ومد اليد إلى المارة. اكتشفت أن أولادها ما زالوا في ذلك المنزل. علمت من بائع النعناع أن كبراهن سناء تعمل ممرضة في المستوصف القريب، وأنها ترعى والدها وإخوتها. علمت أيضا من بائع النعناع أن زوجها عبد الله أدى فريضة الحج. توطدت علاقة أم فاطمة الطنجاوية ببائع النعناع، ولذلك قبل أن تأوي في الليل إلى مكانه. ذات صباح جاء الرجل يريد أن يستعيد مكانه، وكانت العجوز نائمة، كذلك بدله. تريث، ولما لاحظ أنها لم تستيقظ سعى إلى إيقاظها، ولكنها كانت في غيبوبة. استعان بأحد المارة ونقلها إلى المستوصف. هناك تولت الممرضة، ولم تكن سوى سناء، العناية بها. لما فتشت ملابسها وجدت عليها أوراق الطبيب التي تفيد بأنها تعاني من مرض السكري. اكتشفت سناء أن التي أمامها هي فاطمة بنت محمد العروسي. كانت معها وثيقة من مفوضية الشرطة بسيدي موسى تؤكد أنها لم تعد موضوع بحث من قبل الشرطة في فاس. أيقنت سناء أن التي أمامها هي أمها. استأذنت رئيسها للذهاب إلى المنزل. هناك وجدت والدها يتناول وجبة الفطور. كان معه شقيقها عادل. لم تقوى على كتمان ما علمت. أبلغتهما وعلى الفور نهض إلى المستوصف. كانت لا تزال مغرقة في غيبوبتها. كان عبد الله يترجى الطبيب أن يعمل المستحيل لإنقاذها، علها تنعم ولو قليلا بأبنائها.
تم نقلها إلى المنزل بعد أن حقنت بالدواء الذي كان قد وصفه لها الطبيب في سلا. قضى عبد الله وأبناؤه ما بقي من النهار حول فاطمة الزوجة والأم العائدة من غياب طويل، وفي لحظة ما من المساء فتحت عينيها، همست بنتي سناء. لم تصدق سناء، ارتمت في حضنها، عانقتها بحرارة، كانت عيناها تدمعان. تعاقب على حضنها الباقون، ومنهم عبد الله، الحاج عبد الله زوجها الذي حسبت أنها قتلته.